نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من شائعات بشأن إصدار قرار بوقف الامتحانات ببعض المدارس على مستوى الجمهورية لفترة مؤقتة نتيجة تفشي مرض الجدير المائي بين الطلاب بالمدارس. وأكد المركز نقلا عن وزارة الصحة أكد أن الوضع الصحي آمن ومستقر بين طلاب المدارس دون وجود تفشي أو انتشار للمرض بينهم. وأشار المركز الإعلامي أيضا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شددت على انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل طبيعي بكافة المدارس دون أي توقف.